بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة. مرحبا بالطلاب الصف الثالث سنة وعقد مصر والاستعزاز لشرح وتبسيط قواعد الونزية. إن شاء الله مستمرين في حل الامتحانات اللي جايبها كتاب جيم عندك في الكتاب المعنون Ongoing Assessment and Exam and Exams Booklet، ووصلنا فيه للتيست اللي جاي على الوحدة الثالثة، وده موجود عندك على صفحة 16. واحنا في العام اللي ده الكتاب للعام 2021 على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الجملة الأولى في تشوز بيقول لك إيه؟ A prize will be by جاي فراغ to the student who finishes his project first. جائزة سوف كذا للطالب الذي ينهي مشروعه أولا. Awarded ولا rewarded ولا taken ولا applied. إجابتنا هي awarded بمعنى تمنح. وawarded تختلف عن rewarded، الكلمة اللي جنبها في الاختيار B، فأن المنح هنا من جهة رسمية. أما rewarded المنح أو العطاء بيكون من أب، من أم، من صديق ليك، يعني من جهة غير رسمية. إجابتنا awarded في جملة رقم واحد. طب نكمل ترجمة باقي الكلمات. taken بمعنى أخذ وapplied بمعنى طبق. الإجابة بتاعتنا هي awarded في جملة رقم واحد. جملة رقم اثنين بيقول لك the politician's family have been a very كذا influence on him to get to his present high position. عائلة السياسي، كلمة politician معناها سياسي، كانت كذا وبعد كده تأثير عليه لكي يعني ساعدته في انه يصل لهذه المكانة العالية. يا ترى passive سلبي ولا affecting مؤثر ولا positive ايجابي ولا discouraging غير مشجع. الإجابة بتاعتنا هي positive في جملة رقم 2. تالتة بتقول لك ايه؟ supervising elections الإشراف على الانتخابات. is a possible هو كلمة possible معناها محتمل كذا for the United Nations الأمم المتحدة. ترى رول بمعنى دور ولا رول بمعنى يحكم أو قاعدة ولا ريل هو السياج الحديدي أو السكة الحديد ولا rolling جاء من كلمة roll هنا بمعنى ملفوف. الإجابة بتاعتنا في جملة رقم 3 هي رول R-O-L-E بمعنى دور. أربعة تقول لك إيه؟ The sound quality was poor. جودة الصوت كانت رديئة. So we couldn't fully. ولذلك لم نكن بطريقة مكتملة كذا. كلمة fully معناها كامل أو تام. إذا the quality of the music جودة الموسيقى. يا ترى estimate هنا بمعنى يقدر أو يخمن أو يقيم، والتقييم إن هو تقييم مع التقييم إن هو بيكون في نوع من التخمين. أنت مش متأكد من المعلومة. زي ما تكون مثلا بتحاول تقدر عدد مثلا مجموعة الأشخاص الموجودين في مكان أنت مش عارف عددهم بالظبط، تحاول تقدر مساحة مكان أنت موجود فيه أنت مش عارفها بالظبط. تمام. appreciate بمعنى يقدر، والتقدير تقدير معنوي. يعني إيه؟ يعني مثلا حد قدم لك خدمة فتقول له أنا أقدر هذه الخدمة. تقدير هنا هو معنوي. تمام. count بمعنى يعد وneglect بمعنى يتجاهل. إجابتنا في الجملة رقم 4 هي appreciate هنا هو الإجابة الجملة رقم 4. خمسة بتقول لك ايه؟ We have just heard some. احنا يدوب سمعين بعض ايه ده؟ news about the new disease عن المرض الجديد. يعني encouraging مشجع ولا encouraged الماضي من الفعل encourage وشجع ان الماضي منها ولا courage بمعنى شجاعة ولا discouraging عكس encouraging. تمام؟ discouraging معناها غير مشجع. الإجابة بتاعنا هي encouraging في الجملة رقم خمسة، عشان تبقى احنا يدوب سمعين بعض الأخبار المشجعة عن هذا المرض. جملة رقم 6 بيقول لك باي باي جاي فراغ little children by كذا الأطفال الصغار grow less بيقل dependent اعتمادهم on their parents على والديهم. باي ايه بقى؟ ترى باي grades ولا باي time ولا باي degrees ولا باي classes؟ الإجابة بتاعتنا باي degrees. عايز أقول لك بمرور المراحل العمرية تمام بيقل اعتماد الأطفال على آبائهم في طبعا على آبائهم. ماشي. ودي ترجمة الجملة بتاعتنا. نروح للجملة رقم 7 واللي بيقول لك فيها anyone كذا wants to apply for the job must do so by Friday. بيقول لك اي حد وبعدين بيكمل يريد ان يتقدم لهذه الوظيفه يجب ان يفعل هذا قبل اليوم او بحلول يوم الجمعه. كلمه by Friday معناها before Friday قبل ما نوصل ليوم الجمعه. طيب anyone which ولا where ولا who ولا why؟ طبعا واضح جدا ان هو بيتكلم عن عاقل. ماشي. بيتكلم عن فاعل عاقل. يبقى الاسم الموصول اللي يحل محله هو هو لانها للفاعل العاقل في جمله رقم 7. في 8 بقول لك I don't like stories. انا لا احب القصص كذا have unhappy endings التي لها نهايات غير سعيده. يا ترى why ولا that ولا where ولا when؟ طيب stories هو عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. تمام.
تمام كده؟ ماشي، يبقى انا كده عايز الاسم الموصول ذات، لان هو اللي بيشير الى الاسم غير العاطل سواء كان فاعل ولا مفعول، فهناخد لها ذات. نروح لجملة رقم 9. Are these the books by جاي فراغ؟ هل هذه هي الكتب كذا؟ يا ترى which you were looking for them ولا where you were looking for ولا you were looking for them ولا you were looking for؟ الإجابة بتاعتنا هي you were looking for. بيقول له هل هذه هي الكتب التي كنت تبحث عنها؟ ماشي؟ طيب ليه الاختيارات التانية ما نفعتش؟ which you were looking for them ما ينفعش، لأن which و them ما ينفعوش يكونوا موجودين في الصياغة بالشكل ده، لأن which تحل محل them، فالوجود الاثنين خطأ. طيب where هو مش بيتكلم عن مكان، ده هو بيتكلم عن كتب. you were looking for them هنا هو غلط، هنا الصياغة بتاعت الجملة اللي قدامي ده هي أنا بسأل عن حاجة مش موجودة، فمش معقول أروح أجيب الضمير بتاعها لأن أنا مش عارفها. خلاص؟ هنا هو الإجابة السليمة هي you were looking for التي كنت تبحث عن. خلاص كلمة كتب خلاص ذكرت، فمش محتاج يتكرر ليها الضمير them زي ما هو موجود في الاختيار C، ولذلك الاختيار دي هو أفضل اختيارات للجملة رقم 9 you were looking for. 10 بيقول لك إيه؟ A widow is a woman. widow معناها أرملة. بيقول لك الأرمل، الأرملة هي السيدة التي توفي عنها زوجها. طيب A widow is a woman if a husband is dead. أنا قلتها لك بالعربي. خلاص كده قلتها لك بالعربي. ها يبقى أنت كده عايز مين؟ عايز هوز اللي هي تشيل الملكية ولا هو ولا ذات ولا وات؟ الإجابة بتاعتنا هي هوز الملكية. خلاص؟ بيقول لك أن الأرملة هي السيدة التي زوجها، يبقى أنا بتكلم من هو عن ملكية هذه السيدة للزوج الذي توفي. يبقى A widow is a woman whose husband is dead. السيدة التي زوجها توفي. في جملة رقم 11 بيقول لك إيه؟ I like the people with كذا I work. أنا أحب الناس اللي كذا أعمل. يا ترى with إيه ده؟ with which غير عاقل ولا whose ملكية ولا whom مفعول ولا whom تشير للفاعل؟ whom هنا المفعول به هو الإجابة بتاعتنا، عشان تبقى I like the people with whom I work. أنا أحب الناس الذين أعمل معهم، لأن whom تحول لمحل المفعول به العاقل، ودي الإجابة لجملة رقم 11. في جملة رقم 12 بيقول لك ايه؟ The restaurant المطعم كذا we had lunch was near the airport. اللي احنا تناولنا فيه الغداء بتاعنا كان بالقرب من المطار. يا ترى which we had ولا where ولا what ولا that؟ هو هنا بيتعامل مع restaurant على انه مكان ولا انه object؟ على انه مكان، يبقى انت كده عايز where. خلاص كده؟ والإجابة هي where لجملة رقم 12. جملة رقم 13 بيقول لك ايه؟ I know بقى جاي الفراغ he has traveled abroad. بعد كده بيكمل to find a job. انا عارف كذا هو سافر للخارج ومكمل في جملة جديدة لكي يجد وظيفة. يا ترى what ولا where ولا when ولا why؟ الإجابة بتاعتنا هي why، لان معنى الجملة على بعضها انا اعرف لماذا هو سافر للخارج ويكمل لكي يجد وظيفة. ماشي؟ يروح حد يقول لي يا مستر مش احنا بنستخدم why في السؤال؟ ماشي، ما واضح ان هو بيقول لك هنا، هو كانه بيقول لك انا اعرف هو ليه لماذا سافر. يمكن ان توضع في جمله عاديه مفيش مشكله فيها زي ما انت شايف كده، انا عارف لماذا هو سافر وبيكمل لكي يجد وظيفه. تمام. ونروح للجمله رقم 14 واللي بتقول ديسمبر 2019، ديسمبر سنه 2019 او 2019 وين ذا تم جاب فراغ كوفيد 19 began spreading all over the world. بيكمل هنا هو في كلمه طبعا في اسم موصول ناقص وبيتكلم عن كورونا اللي بدأت في الانتشار حول العالم. يا ترى ديسمبر اللي هي ديسمبر 1920 was the time ايه بقى؟ when ولا which ولا where ولا why؟ الإجابة بتاعتنا هي when. مش بيقول لك time زمن، ايه بقى when؟ هي رابط او الاسم الموصول اللي بيشير الى الزمن في الجملة رقم 14. which خطأ و where خطأ و why برضو خطأ. تمام. نروح للجملة رقم 15 يقول لك the students didn't understand. الطلبة لم يفهموا ايه؟ The lecture said. المحاضرة قالت، عايز أقول لك ما قيل الذي قيل في المحاضرة يعني. تمام. So they asked him to repeat it. ولذلك طلبوا منه أن هو يكررها أو يعيدها. يا ترى why ولا which ولا what ولا that؟ الإجابة بتاعتنا what بمعنى ما قيل. ماشي، بمعنى ما قيل. الطلبة لم يفهموا ما قيل في المحاضرة، ولذلك طلبوا من الشخص اللي كان بيلقيها أن هو يعيدها. ونروح للجملة رقم 16 I would like to live in a place. أنا أود أن أعيش في مكان إيه؟ There is plenty of sunshine. يوجد الكثير من الشمس الساطعة أو شروق الشمس، عايز أقول إن الشمس فيه مشرقة أو ساطعة. يا ترى إيه بقى؟ which ولا where ولا when ولا that؟ هو عايز مكان ولا مش مكان؟ a place مكان خلاص،
يبقى مين المناسب للمكان؟ الاسم موصول مناسب للمكان ايه؟ where. نروح للصفحه رقم 17 علشان نكمل باقي التست اللي موجود على يونت 3. القطعه اللي قدامي هنا هو طبعا وصلنا للسؤال رقم 2 وده عنوان ريد باسج اند ذن انسر ذا فولوينج كويستشنز. القطعه اللي قدامك ثم اجب عن الاسئله اللي جايه عندك. القطعه اللي قدامك دي بتتكلم عن الفلاحين والزراعه وبيقول ان الواحد يكون مزارع دي حاجه صعبه وبتبقى فيها طبعا مجموعه من المتاعب. من ضمن المتاعب ان الطقس البارد ممكن يموت لك النباتات بتاعك، الحشرات تاكل لك النباتات بتاعتك، النباتات الضاره تؤذي الزرع بتاعك. الله سبحان الله، طب الواحد يعمل ايه؟ كل الحاجات اللي حواليه ضاره ليه ماشي وهو مزارع. بقول لك كمان ان في مشكله تاني، ممكن المحصول بتاعك اللي هو سواء كان من الخضار او الفاكهه يحصل له عمليه عطب، عطب بمعنى يعني ايه؟ تعفن، يعني يتلف قبل ما تقدر تبيعه. ايه الحل للحكايه ده؟ هي الحكايه ده هي حاجه اسمها جي ام فود. ايه جي ام فود؟ بيقول لك ان جي ام فود اللي هي طبعا جينيتيكال موديفايد فود اللي هو الاطعمه المعدله وراثيا. طب ايه الحكايه دي؟ جت ازاي؟ في ماده موجوده في الـ 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 الاشياء الحيه اسمها دي ان ايه. الدي ان ايه دي هي الماده التي تقول او الماده المسؤوله عن كيفيه نمو الشيء. العلماء قدروا ان هم يستخلصوا هذه الماده ويتم تغييرها او ان هم يتعاملوا معها بحيث ان هم قدروا يخلوا النباتات او الخضروات دي تحديدا يغيروا في الجينات الوراثيه بتاعتها بحيث ان هي تقاوم الافات وكمان انها ممكن تظل جيده الى فترات طويله ماشي. وكمان حاجه تاني ان الجي ام فود الطعام المعدل وراثيا ده ممكن ان هو يتم زراعته في الطقس البارد وفي المستقبل ان هم برضو ان هم نفسهم ان هم يقدروا يزرعوه في المناطق الحاره زي افريقيا. طيب لكن احنا في عندنا مشكله في موضوع الجي ام فود ده الاطعمه اللي هي المعدله وراثيا، ان احنا ما عندناش عنها معلومات كفايه بالنسبه لمدى ضررها للانسان، ضررها للحشرات المفيده، ضررها ضررها كمان على الطيور او كل الكائنات عموما. الشركات اللي بتشرف على الموضوع ده للاسف ان همها الاكبر هو تحقيق المكاسب. عموما ان احنا محتاجين مزيد من الاختبارات علشان نقدر نعرف الجي ام فود ده مدى اضراره هل زي منافعه ولا ايه بالظبط. نروح الاسئله الموجوده على القطع بتاعتنا ونبدا باول جمله تشوز واللي بتقول لك وات كان bugs، bugs اللي هي الحشرات do that make it hard to be a farmer، ايه اللي بتسبب الحشرات وتخلي عمليه ان الواحد يكون مزارع حاجه صعبه؟ اختيار سي they can eat your crops، الحشرات ممكن تاكل النبات بتاعك. طيب وات از دي ان ايه؟ ايه هو الدي ان ايه؟ احنا قلنا الدي ان ايه هو الماده او اي الاختيار دي. دي ان ايه ذا بارت اوف ايفري ليفينج ثينج هو الجزء من الكائن الحي ذات تيلز ات هاو تو جرو اللي بيقول له ازاي ينمو، يعني هو اللي بيدي بيحمل الجينات الوراثيه بيقول عليه. طيب اكوردنج تو ذا ريدنج من طبقا لقطعه القراءه احنا قريناها دي وات از سمثينج ذا جي ام فود كان نوت دو، ايه الشيء اللي ما يقدرش يعمله جي ام فود اللي هي الطعمه المعدله وراثيا في الاختيار في الاختيار دي؟ بيقول لك جي ام فود ويل هيلب فودز ستي جود لونجر، ان هو يساعد الاطعمه فودز الاطعمه، لا هو ما اتكلمش عن اطعمه، هو بيتكلم عن الخضار والفواكه ما اتكلمش عن اطعمه تمام، ما اتكلمش عن اطعمه. الجي ام فود مش هيقدر ينقذ الاطعمه، هو بينقذ ايه؟ الاطعمه بمعنى الاطعمه المصنعه، كلمه فود بمعنى اطعمه مصنعه. لكن الفيجيتابلز والفود دي الاطعمه اللي لسه في شكلها النيء رو. المهم ان اجابتنا للجمله رقم ثلاثه هي دي، جي ام فود ويل هيلب فودز ستي جود لونجر تمام. اخر اختيار بيقول لك في اربعه وات از ذا مين ريزون وي دونت نو انف اباوت جي ام فودز، هو ايه السبب الرئيسي في ان احنا ما نعرفش معلومات كتير عن الجي ام فودز عن الاطعمه المعدله وراثيا؟ ايه الاختيار المناسب للجمله اللي هي الجمله الاختيار ده هو الاختيار بي ساينس نيد تو دو مور تيستينج تو اندرستاند جي ام فودز، ان العلماء محتاجين ان هم يجروا مزيد من الدراسات على هذه الاطعمه المعدله الروسيين او على الجي ام فودز عشان نعرف ايه اللي بيحصل فيها من ده ماشي. طيب نروح لصفحه رقم 18 عشان نكمل القطعه بتاعتنا ووصلنا للمنطقه دبليو اتش كويشن منها. بيقول لك ايه في السؤال 5 منشن تو بروبلمز فروم ويتش فارمرز سفر ا لوت، اديني مثال لمشكلتين بيعاني منهم الفلاحين. والله كان نرجع القطعه طبعا هنلاقي ان الكاتب بتاع القطعه ده هي اداك مجموعه حاجات بيعاني منها الفلاحين وكلها موجوده في بدايه القطعه، يعني هو استفتح القطعه بتاعته او افتتح القطعه بتاعته بده تمام بكامل. كولد ويذر كان كيل يور كروبس،
bugs can eat your crops, weeds can hurt your crops. كل الحاجات ده هي كلها دي مشكلات يعاني منها الفلاح في يعاني منها الجماعة الفلاحين أو المزارعين طبعا. ماشي، نروح للسؤال رقم 6 واللي بيقول ايه: There are advantages to using GMO food. Mention two. في مميزات للجي ام فود للقمل المعدل الوراثين. اديني مثالين، اديني مثالين لهذه المميزات. هنروح للفقرة الثانية اللي بدأ بكلمة صم، شايفها؟ خد من أول هنا. Some GM food can grow in cold weather. GM food can stop bugs from eating it. GM fruits and vegetables can stay good longer. ماشي، ولحد هنا دي إجابة كويسة جدا للجملة للسؤال رقم 6. تعال نروح للسؤال رقم 7 واللي كان بيسأل عن إيه؟ بيقول لك What is the writer's main purpose for writing about GM food؟ إيه الهدف الأساسي للكاتب من الكتابة عن هذا الموضوع اللي هو GM food؟ السؤال ده ملوش إجابة مباشرة في القطع، ولذلك احنا عملنا لك إجابة ليه. بتقول ايه؟ To educate the reader about GMO food and help him make an opinion about whether it is good or bad. الهدف انه الكاتب عايز يعلم، عايز يدي معلومة للقارئ عن GMO food. ماشي، المعلومة دي الهدف منها انها تساعده انه يكون رأي عن GMO food، هو جيد ولا غير جيد. كانت إجابة السؤال رقم 7. طيب نرجع نكمل أسئلة القطعة، وصلنا لسؤال 8. بقول لك Do you think farmers should grow GM food? Why not? هل تعتقد ان المزارعين يجب عليهم ان يزرعوا الاطعمه المعدله وراثيا؟ ليه وليه لا؟ لو قلت ان هم هيزرعوا هتقول لي ليه، ولو قلت لا هتقول لي برضه ليه. انا مثلا من وجهه نظري اقول لك ايه؟ يس اي دو. انا بشجع ان هم يزرعوا ده بيكوز. ليه بقى انا بقول ان هم محتاجين يزرعوا ده؟ بص يا سيدي، في الفقره اللي احنا لسه كنا فيها اللي هي فقره انا بدأت كلمه صمني، شايف وان دي اللي هو السطر التالي في نصه كده، هات بقى كامله. One day GM food may be able to grow in dry land in Africa. It will feed people who do not have much food. ادي الحكايه، ادي السبب اللي خليني اشجع زراعه الاطعمه GM food، انها ممكن تزرع في مناطق جافه زي افريقيا. ماشي، وده يساعد في اطعام مزيد من الناس اللي عندهم مشكله في عمليه الطعام، وده السبب اللي ممكن يخليني انا اشجع GM food. نروح لباقي اسئله الامتحان، وصلنا للترجمه. وتحديدا حاليا احنا في الترجمه اللي باللغه الانجليزيه، بتقول لك ايه؟ Men and women have the same ability to be successful in life if they are given the same opportunities. They should also work hard and believe in themselves. القطعه دي يعني فعلا والله يمكن ما فيش فيها كلمات صعبه، بس عشان بس الواحد يكون يعني يمين وصادق، يمكن تكون كلمه opportunities بمعنى فرص، بالتالي دي كلمه مش جديده. طب لو ترجمنا القطعة هنقول أن النساء والرجال لديهم نفس القدرة أو نفس الإمكانية لكي يكونوا ناجحين في حياتهم إذا أعطوا نفس الفرص، تمام؟ يجب عليهم كذلك أن يعملوا بجد ويؤمنوا بأنفسهم. ماشي، طيب نشوف كده الصياغة بقى اللي احنا كاتبينها عشان نشوفها. للرجال والنساء نفس القدرة على النجاح في الحياة إذا منحوا نفس الفرص، فيجب عليهم أن يعملوا بجد وأن يؤمنوا بأنفسهم. ولا تاني، للرجال والنساء نفس القدرة على النجاح في الحياة إذا منحوا نفس الفرص، فيجب عليهم أن يعملوا بجد وأن يؤمنوا بأنفسهم. ونروح للجملة اللي موجودة باللغة العربية لنحولها للغة الإنجليزية، واللي بتقول لا يمكن الحديث عن تاريخ الحركة النسائية في العالم العربي دون الحديث عن قاسم أمين ورفاعة الطحطاوي، اللذين كان من أوائل من نبه إلى أهمية حصول المرأة على التعليم مثل الرجال. طيب عندي يمكن الكلمة الصعبة هنا، الحركة النسائية بيسموها feminist movement، أو دي ده هنوريها لك طبعا مكتوبة feminist movement، الحركة النسائية. العالم العربي اللي هو Arab World كان من أوائل، مثلا إيه نقول مثلا كلمة pioneers، كلمة أوائل هنا بمعنى pioneers، وممكن نجيب لها كلمة بديلة مش مشكلة يعني. طيب أهمية المرأة التعليم اللي هو education. طيب هنا متهيألي مش كلمات تانية صعبة ممكن ايه نطلعها، نقول الترجمة بتاعتها We cannot talk about the feminist movement، هذه الحركة النسائية اللي احنا قلنا عليها من شوية، history in the Arab world without talking about قاسم أمين and رفاعة الطحطاوي. They were two of the first people، هو استبدل كلمة pioneers هي first people. ماشي، who asserted، يعني عشان اقول لك لو نسيت كلمة pioneers اللي انت دارسها في المنهج بتاعك، the first people who asserted the importance of women's getting education just like men. نقول الترجمة باللغة الإنجليزية مرة أخرى. We cannot talk about the feminist movement history in the Arab world without talking about قاسم أمين and رفاعة الطحطاوي.
طبعا الاسماء اللي هي باللغه العربيه تنطق زي ما هي في اللغه الانجليزيه، لان الاسامي دي مش اسامي انجليزيه، اسامي عربيه، فاحنا بننطقها زي ما هي. They were two of the first people who asserted the importance of women's getting education just like men. ونرجع للإيسي اللي جاي على الامتحان. والإيسي بيقول لك، طبعا بفكر ان انت بتكتب 180 كلمة. بيقول الإيسي هنكتب عن some people think that some jobs are more suitable than others. البعض يعتقد ان وظائف معينة مناسبة اكتر من وظائف اخرى. دول اجريها، انت موافق على الحكاية ده هي واي واي نوت. طبعا احنا بنتكلم على، طبعا في موضوع زي ده بيسألك عن رأيك، موضوعات الرأي محتاجة ان انت تعرض وجهتين نظر، ماشي؟ طبعا لكنك انت تقبل او ترفض، يعني انت تقول اه انا موافق او مش موافق. احنا هنا انت معك الحريه براحتك خالص. المهم عندي طبعا لما تيجي تتكلم عن هذه الوظائف تدي مثلا امثله، يعني مثلا تقول مثلا وظائف كذا تناسب مثلا نقول ايه الرجال، ماشي، وهذه الوظائف مثلا ما تنفعش مع النساء. تقول ليه؟ هم شايفين هم كده ليه؟ تقول مثلا بعض الوظائف تكون افضل، يعني مثلا من الوظائف اللي مثلا تناسب الرجال ولا تناسب النساء، مثلا اللي هو العمل في شركات البترول في الصحراء مثلا، ده عمل قاسي جدا ما ينفعش يقوم به النساء، من الافضل ان هو يقوم به رجال مثلا. مثلا طب لو تعال نروح للحاجات اللي تنفع مع السيدات وما تنفعش مع الرجال، زي مثلا الحضانات بتاعت الاطفال الصغيرين جدا، هتلاقي ان السيدات افضل كتير جدا فيها من الرجال، لان ده السيده بطبيعتها ان هي مثلا بتعرف تتعامل مع الاطفال في سن صغير غير الاساتذه من الرجال، وهكذا. ادي امثله، انا اللي قلت لك اهو فتحت لك سكه لامثله من الاعمال اللي تنفع مع حد وما تنفعش مع حد تاني، ماشي؟ ولو خدنا الموضوع على اطلاقه او على عمومه، في بعض احكي بقى زي ما انت عايز، ايه المهام او الوظائف اللي ممكن تنفع مع حد ولكنها لا تصلح لاحد اخر، وبعد كده بتدينا في النهايه رايك انت في هذه الوظائف، وبنختم معاك مع شاشه الترجمه ونقول لك صحيح ان التيست اللي جاي عليه من 3 خلص، لكن لسه قدامنا ان شاء الله تيست كتير ومجموعه من التدريبات والمراجعات ان شاء الله، والحلول وكل حاجه ان شاء الله هنعملها مع معلم خبير الانجليزيه مستر استاذ مدرس شمال السنه والبنات محافظ سوهاج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.